مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج اسأل القانون على تلفزيون دولة الكويت. نطلع عليكم كل يوم أنا وزملائي الأفاضل الدكتور خالد الياقوت، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. وأيضا زميلتي إيمان العجمي، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. استكمالا لمواضيعنا السابقة وحلقاتنا السابقة عن الطلاق وأسباب الطلاق، اليوم راح نتوقف عن القش في الزواج. من المعلوم أن القش هي من الأعمال أكيد المذمومة شرعا، وهو خلق ينم عن خبث وينم عن يعني شيء مو جيد، وقد نهى عنا الإسلام كما تعرفون، وفي آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تدل على أن هذا الغش حرام طبعا، وخلق مستهجن بأعراف وعادات أهل الكويت الأصيلة. خلونا اليوم نطل على هالموضوع ونغوص وياكم شوي في موضوع القش في الزواج، أبعاده نتائجه. لكن يبقى السؤال، هل ممكن أن يكون في قش الزواج من خلال خبراتكم يا محامين يا أفاضل في القضايا والمحاكم يا أبو عبد الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مساكم الله بالخير جميعا. طبعا من خلال خبرتنا يعني سبق أن يعني اطلعنا على قضايا كثيرة مع الأسف فيها غش، خاصة يعني ما يتعرض أو ما يتعرض له الشاب عند مقاييس معينة، يعني يقيس مثلا مقاييس الجمال ولا كذا، فمثلا يأخذها بمثل نظرة أهله في العرس شايفينها مثلا أو كذا، وبعدين يتوقعون بأن هي بهذا المنظر، فلما يخطبها وما تكون له فرصة كاملة بأنه هو يراها، ممكن هذا نوع من أنواع الغش. في أنواع أخرى، في مثلا راح نتكلم عنها خلال الحلقة، ومثلا إذا كانت فيها أو في أهوى أمراض ولم يخبر عنها، هذا كذلك نوع من الغش. إذا كان في سواء أمراض نفسية أو أمراض جسمانية أو أمراض جلدية، هذه كلها تعتبر من أنواع القش. بس كقضية معينة بستعين في أستاذة إيمان، إذا مرت عليك قضية معينة في موضوع الغش في الزواج. هو للأمانة القصص كثيرة في هذا الموضوع، لكن الناس دائما يصير التساؤل متى أقدر أقول إذا الحالة اللي أمامي أو هذا الزواج بني على غش أصلا. فإحنا دائما نقول حق الناس إنه مو الوضع العادي اللي مثلا والله أنا انغشيت طلع الزوج قصير أو طلعت الزوجة مثلا متينة، أو هذه المفروض أنه خلاص خلال الرؤية الشرعية إحنا شايفين هذا الأمر، أو على الأقل يعني بما أن إلى الآن في ناس تتزوج من غير حتى ما تشوف شريك حياتها، لكن أكيد تعرف هذه التفاصيل من خلال الأهل. لكن إحنا اليوم نركز على شنو الغش اللي إحنا اليوم قاعد نتكلم عنه ونتناوله وممكن يوصل للمحاكم، الغش اللي أنا ما أقدر أشوفه في الشخص الطبيعي بمجرد رؤيته، يعني يظهر خلال العشرة، يظهر بعد الزواج، يظهر بعد مثلا خلينا نقول يعني للأمانة في واحد يعني خلال حتى الرؤية الشرعية يقول شفتها بحجاب أنا ما أدري، لكن المرأة أقدر أقول إنه شبه ما عندها شعر، شعرها كله طايح. أمر آخر أيضا، واحدة من الأمهات قالت أنا ابني للأمانة يعني كان حياته ممتازة ومن الطلبة الفائقين وتخرج من الجامعة بنسبة كبيرة وتوظف بأفضل الوظائف على مستوى الكويت. تقول شنو اللي صار، شنو اللي حاش هالصبي، شنو اللي صار، لا ما أدري انقلب حالة من إلى. فتقول أنا يعني قاعد أفكر يا ربي منو اللي راح تقبل بولدي رغم أنه في هذه الوظيفة، لكن تعرف يعني الأمر اللي هو مر فيه لأنه هو أمر نفسي بدأ يأثر على وظيفته، بدأ يأثر على حياته. فكانت دايما تتساءل وقاعدة مع واحدة من رفيجاتها من بيأخذ ولدي من مش عارف إيش من من من، فقالت لها رفيجتها أبد مرته عندي بنتي فلانة. تقول أنا وافقت على فلانة رغم أنها أكبر من ولدي، رغم أنها يعني ما هي راعية مثلا خلينا نقول جمال، ما هي، بس قلت يعني ما يخالف بعد ولدي الحين صار شوية في يعني جانب، لكن طالما هم راضين أنا ما عندي أي مشكلة. فلانة بنتك تدري؟ قالت إيه تدري. إذا نادي لي إياها فلانة تدرين أن ولدي يأخذ حبوب من مستشفى الكويت للصحة النفسية مش عارف إيش، طالما هو ملتزم بحبوبه يعني خلاص يعني إن شاء الله ما عليه شر طالما ملتزم بهالدواء، لكن ديري بالك عليه أبد بعويناتي وحاضر ومن يعافى وبهالوظيفة وبهال. وافقت البنية، لكن
بعد الزواج طلع هي بس غايتها الزواج فقط، وهذه ترى احنا عندنا مصيبة بالكويت. نعم. ان انا اقبل واكون عارفة العيوب، ولكن بس عشان المجتمع لا ينظر لي بنظرة ان انا لم يسبق لي زواج، والالقاب اللي يوزعها مجتمعنا مجانا مثلا، لا يقولون عني عانس غير متزوجة، ما حد قبلت. لكن تفاجأت الام إن بعد الزواج راح ترفعت عليها دعوى غش في الزواج، وإن هي تبي تفسخ العقد، وإن أنا ما كنت أدري. هذه مصيبة. يعني كان تساؤل الأم، الحين أنا ولدي يعني فوق ما أن نفسيته تعبانة، نفسيته تعبت أكثر. سبحان الله. إن تقول لي شلون الحين أنا ما أضمن ولدي شلون يتزوج مرة ثانية، شلون أضمن؟ قلت لها شوفي هذا الشيء أنت رغم أن هم موافقين، لكن المفروض أنه يذكر في العقد. هل هي ممكن تدعي يعني تقول انا ما كنت ادري؟ ايه ممكن تدعي، صحيح، لكن احنا هني عبء الاثبات عندنا ترى بعد مشكله في موضوع الغش. ابي اكمل على كلامك استاذه ايمان في موضوع الغش. احنا ذكرنا في بدايه الحلقه بان الغش هو صفه مذمومه ومحرمه، بالاضافه الى ذلك احنا عندنا صور كثيره لفسخ عقود الزواج ابو عبد الله. نعم. من ضمنها الصوره اللي ذكرتيها حضرتك بان واحده كانت تعلم بان هذا الرجل مثلا مريض نفسي أو يعني يتناول حبوب عشان حالته، يعني المرض النفسي هو مو جنون، حالة نفسية اكتئاب غيره، والإخوان الدكاترة يعني أخبر منا في هالمجال في كثير من الحالات، بل بالعشرات احنا نعرفهم من 30 و40 سنة عايش وعنده عيال وموظف وأموره طيبة وياخذ حبوب مهدئة وماشي الحياة طبيعية، هو البلاء في ترك الحبوب تنعفس الحالة. لذلك إذا رجعنا للمحاكم في مثل هالحالات طبعا العبء الإثبات على المدعي بأنه يدري ما يدري، المحكمة راح تحيل الدعوة إلى التحقيق، يعني شنو تحقيق؟ يعني حالتها إلى شهود، يجون شهود، فلان مريض، نعم حضرنا الملكة، ما يدري أن فلان يأخذ حبوب. اطمئنان المحكمة مهم لما يشوف أنه ما في غش ولا تدليس ولا حيلة، وهذه الثلاث عناصر طبعا من مبطلات أغلب العقود، الغش والتدليس والحيلة. وهني استخدموا طبعا في حالة البنت اللي ذكرتيها ما في لا قش ولا تدليس ولا حيلة، عندها خبر. نعم. وعلم يقين وراضية. ولذلك احنا دائما نقول حق الأمهات والأخوات، يمكن أنا عندي قصة أخطر من هذه، موضوع الخطابات، موضوع الزواج لما يروح واحد يورونا صورة، خاصة للنظام القديم أغلبنا كنا يعني صور، مو الحين ما شاء الله الشباب يقعد مكان عام سواء عنده هلها بكافيه، بس ما زال موجود. ها ما زال موجود. لا زال هناك ناس يعني محافظة، وهذا شيء جيد. نعم. صحيح. زين لكن في ظل التطور والسوشيال ميديا وغيره صار من السهل أن الواحد يشوف خطيبته بأي مكان عام وفق الضوابط الشرعية وفق طبعا عادات أهل الكويت أكيد. لكن الطامة الكبرى لما أنت تشوف واحدة ويقشونك أنها جميلة أو أنيقة أو أو أو، تتفاجأ في يوم الزواج بأن الزوجة اللي عندك أو اللي موجودة في الكوشة أو في الكراسي هي مو اللي بالصورة، وهذا حدث للأسف. عندنا حالات كثيرة في المحاكم، حتى ما نقول يعني، بس موجودة بالمحاكم. رسالتي لكل الأمهات والأخوات، نعم هو ثري، هو تاجر، هو في مركز، في منصب، من أسرة كريمة، شيخ، تاجر، غني، ما يصير الغش. الغش حرام، مبطل للزواج. اصلا الدخول على هذه المراه بهذه الطريقه غير ان في غش وتدليس وحيله، هو زواج فاسد وباطل بطلانا مطلق. انا ما عقدت على هذه المراه، شلون تغشوني وتجيبوا لي اختها الاصغر منها؟ هذا واقع. وكلكم اللي تتابعوني اليوم اذا عندكم علاقات مع الخطابات او الخواطيب، الحين صاروا في رجال بعد يزوجون، اسالوهم بكل شفافيه راح يجاوبونكم ان كلامي 100% موجود والمحاكم تشهد. هذا بشكل عام ابو عبد الله وزميلتي ايمان، يعني صور الغش كثيره في الزواج. يمكن انتم عندكم جوانب اخبر مني فيها في جوانب الغش، سواء المراه قبل كانوا حتى حريم الكبار يروح يكشف على جسد المراه، وهذا شيء مو حرام، هذا بل الشريعه تحث على ان المراه تشوف المراه وتشوف حتى الاماكن اللي لا يمكن للزوج انه يشوفها، سواء حرام او عيب، مع ان الشريعه توسعت في موضوع انك تشوف اماكن العفه عند المراه، جسدها عشان موضوع البرص، الامراض الجلديه، العيوب الخلقيه الى غيره، وهذا مطلب حميد في الشريعه الاسلاميه واخذ فيه القانون الكويتي. لكن شلون الطريقه؟ مستحي، هي مستحيه، هناك اطباء، في دكاتره بنات، يعني صعب ان تروح تكشف عند دكتوره تشوف جسدها، تشوف يمكن فيها عاهه، فيها مو عيب. والثقه بالنفس يا جماعه يعني هي سر النجاح. كل مرأة اليوم سوت تكميم، سوت تجميل، اكشخت، اضعفت، امتنت، شو المشكلة أقول حق الخاطب
خواته لما يخطبون ترى انا مسوي تكميم. الحين ليش مسكت جانب النساء وكأن الرجال منزهين عن هذه العيوب؟ اليوم حتى يعني هذه العمليات صارت مو حصرا على النساء. نعم. انت تحرشتي الحين. نبي نختم الحلقه ونخلي الرجال الحلقه القادمه. استاذه ايمان كل الشكر لكم، انتهى وقتنا وياكم في حلقه سريعه عن الغش وصور الغش. نستودعكم الله، تابعونا الحلقه القادمه في اسهل القانون. مع السلامه.